الميز ديال الاستاذه زين خيار محي الدار البيضاء. انا اللي جيت اليوم الميف ديال تهامي بناني اللي كاينين واحد المعتقلين اصدقاء ديالي المتابعين بالقتل العمد مع اخفاء الجثه وسبق الاصرار معهم. واليوم اجلت الجلسه 23 في شهر 2 الا ان نحن ما عجبناش الحال لان هذا الملف بعد التقرير ديال الخبره اللي عطانا بانه انت ما تحركش الملف. اربعه جلسات دازت كل نهار الهيئه كتقول لك سداد، حنا عارفين بان كنجيو، الهيئه السابقه كانت كتسنانا كيقول عطونا موعد، لان ملف كبير خاصو المناقشه واحضار ديال ذوك المتهمين، كيقول لنا جيو على الوحده ولا جوج ولا ثلاثه كيديروا معنا الوقت، كيتسناونا حتى كيجيو كنا لهذا الملف كبير وعنده واحد الراي عام كبير ودابا راه وصلت كل شيء العالميه، راه وصلت شفنا استاذه على ذكر وصل العالميه تازر كل المغاربه على تازر كل المغاربه وحتى جميع الاوروبيين كلهم تضامنوا معنا. شكرا لك لانك واكبت هذا الملف من الاول وكيهضروا معنا من العالم كله جميع انحاء العالم ماشي كاع مغاربه ضامنوا معنا في هذا الملف، ضامنوا معنا المغاربه وغير المغاربه وجاليه خارج غيديروا مسيرات، غيديروا مسيرات في فرنسا، غيديروا مسيرات في الانجليز، غيديروا مسيرات في الطاليان، هذا الشيء راه كنتواصل معاهم وراه الشيء غادي يدار وغنديروا حتى هنا في المغرب على هاد الضحايا كلهم. عندي بزاف مختفون اللي باقي ما تلقاوش بزاف منهم، هذاك واحد السيد راه كاين الوالده ديالو هنا من بعد غنهضروا عليه. هذا القتل شحال من جوج تاعي شحال من قتل عندي انا واخد حتى حاجه ما تلقاش. على ذكر هذا الملف هذا ودابا الحاله ديال الام ديالك. الحاله ديال الام مدمره، انا محاميه مدمره حيت صعيب هذا الشيء لان قلقنا خروقات خطيره. بحال كان الملف كأم انت انا كأم لانني بحال كنضرب مع جبال وليت كنضرب مع جبال خاصني الشيوفة باش نضحك. انا وليت انا كنتمنى داك الدار حيت كنقولها قلت للصحافه دائما بلا كذوب بلا حاجه حلمت به تنحلم به، ما يمكنش شحال هذه كنحلم به، ما يمكنش هي تبنيت واحد الشيء في راسي، لان خاصني نوصل للحقيقه، اما الحقيقه خاصني كنتمنى من الله يخليني حيه واخا كبرت على الاقل تسفن هذه الحقيقه ونموت في الله. ما شوفوش استاذه زينب واحد النهار عياش من الملف وقالت لا ما غنعياش. انا حاجه وحده لمت لما متش انا مع الميل شوف ميل في كل حتى نموت وحقق قربت فيه. حنا عرفنا كل شيء وعارفين كل شيء، ما طرحناش حنا بغينا هما اللي يعطيونا، اما حنا الحقيقه عارفينها، عارفين الناس متورطين كلهم وخاصنا رحنا طالبين الخبر على الهواتف لان ديال الوالدين وديال الناس اللي كانوا كيهضروا معاهم ديك الساعه، لان الدراري ماشي هما لان الجريمه داروها الدراري ولكن اللي تتبعوا كملوهم الاباء والناس اللي كانوا مسؤولين ذاك الوقت. حيت لا يعقل جريمه توقعت الدري في 2007 هو مختفي حتى 2019 عاد يعتقلهم، كانوا في حاله صراحه في التحقيق بناء على الاقوال ديال الدريه اللي كان البنت صديقه ديالهم اللي كان عندها عيد ميلاد نهار 13 شهر 7 2003 2007 وهو تخسافة في 14/3/2007. إذن هذا تزامن مع عيد ميلاد لأن الدري كلهم كانوا بطلوا الدراسة ذاك النهار مشاو لعيد ميلاد تم اختفى. إذن هاد الغزة كاينين حيركم أنتم كمحامين وحي الرأي العام أيضا. لأن ما يمكنش، لأن هنا كاين تلاعبات، كاين تلاعبات من أول من فقعات. ولكن ندموا باينين شي ناس راه ندموا علاش داروا ذوك التلاعبات، كون عا قالوا الحقيقه ودازوا، لان ما كانش اوفر دوز راه موت عاديه، يعطوها الوالدين، ولكن ذوك اللي تستروا هما اللي خايفين عليهم ولا يجيو، ماشي على هذو المشدودين، حيت كاينين كبار منهم، راه جايين، كان تيقني، كان راه شائك وكبير أستاذ شائك وكبير وما غنسكتوش عليه وما سكتناش عليه، تبعنا جميع الخطوات بلغونا كنمشيو بوحدنا خاصهم يبلغونا باش يجبدوا من القبر والتشريح الطبي خاصهم يبلغونا نكونوا حاضرين، ما بلغوناش ومشينا وقع ما وقع لان كانوا غيلعبوا بينا في الجثه لاننا ما بغاوش يحضرونا لان ما استدعينا طبقا المقتضيات الفصل 63 من القانون المصري الجنائيه. هذا الشيء الاثار المدنيه ما بلغوناش يعني انهم ما بغاوناش نجيو، من اللي جينا تفاجئوا لان شفنا ما شفنا، ما يمكنش يقولوا لنا هو هذا، حيت اذا قلنا هو هذا حنا غنفاجروا غنقولوا كل شيء. وجاتكم شي عراقيل استاذه؟ جاتنا عراقيل، جاتنا اغراءات، جاتنا تهديدات، جاتنا بزاف تهديدات.
بصوره وصوت تهديدات ديال القتل تهديدات ديال باش تحيدوا يدكم هذا الملف. باش نحيدوا يدي ما نحيدش يدي، كنخاف على واحد على الله والوطن والملك. الا جات الروح عليه عليهم راه مكتبه عليا صافي، ما كاين حتى شي حاجه. ما كانتش اتصالات؟ كاينه اتصالات الملف بطرق وديه. واش كانت اتصالات؟ كانت اتصالات خطيره، كانت اتصالات بزاف ويومنا هذا بقى اتصالات. لكن حنا لا، ولكن حنا لا، حتى الوالده ديالو باغا تعرف الحقيقه. ملي تعرف الحقيقه على حجم الجريمه غتقدر تنازل، المهم الحقيقه تبان. وهذا هو اللي كيهمكم استاذ، كيهم الام ديالو. لا كيهمنا هو الحقيقه، وحنا لا قالوا لنا الحقيقه حيت ما باغيش حنا نقولوا الحقيقه. حنا عارفين الحقيقه، هما اللي خاصهم يقولوا الحقيقه. بناء تيفونات والاشخاص اللي كانوا مستدعين ومتهمين اللي كانوا حاضرين، كانوا مستدعين عن طريق النيابه العامه وما حضروش. قال لك مشاو برا في وقت الحجر الصحي الاول اللي كانت مواصله مقطوعه الطرق. كاين تواطؤ علاقات معهم، كاين تواطؤ كبير، كاينين الناس كبار في الملف، وهذوك الناس كبار عارفين روسهم وراه جايبينهم وراه ما خافوا حتى من شي واحد، وراه قرب الموعد، موعدنا قريبا ان شاء الله.